قصة سنغافورة، سيرة الرجل الذي حول جزيرة صغيرة منسية إلى دولة متألقة بين عمالقة الصناعة في آسيا. تأليف لي كوان يو. يتحدث هذا الكتاب عن بلد يفتقر إلى الموارد، استطاع بفضل عبقرية وحكمة قائده لي كوان يو استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتأسيس بنية اقتصادية صناعية متينة، فتمكن من بناء المؤسسات والارتقاء بمستوى المعيشة والتعليم مع المحافظة على الديمقراطية وتجنب الوقوع في شرك الفساد القاتل. ممن أشادوا بالكتاب ومؤلفه جورج بوش الأب، هيلموت شميت، هنري كيسنجر، جاك شيراك، هيلموت كول وغيرهم من عمالقة السياسة الذين رأوا في لي كوان يو أستاذاً ملهماً في الاقتصاد والسياسة. مؤلف الكتاب لي كوان يو رئيس وزراء سنغافورة من عام 1965 للميلاد إلى عام 2000 للميلاد. قالت عنه مارغريت تاتشر: لقد قرأت وحللت كل خطبة من خطب لي كوان يو. هذا الكتاب متوافر في جميع فروع العبيكان وموزعيها في المملكة والعالم العربي. كتب مميزة. كتاب قصة سنغافورة. العبيكان للنشر، نلهم المعرفة.